طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرة ثانية في سادس أمسيات رمضان رمضان كريم وفي منبر مبادرة الباحثين السودانيين بيستمر البرنامج بتاعنا سقطت ما سقطت صابنا البرنامج بتاعنا مستمر مع دكاترة العيادة الميدانية والتوعية الصحية دورة الإسعافات الأولية مع الدكتور محمد عيد تفضل دكتور شكرا معكم دكتور محمد عيد من منصة الباحثين السودانيين العيادة الميدانية لسوار العباسية الليلة في محاضرتنا رقم 4 حنتكلم عن الجروح والكسور وضربة الشمس والإنهاك الحراري وعندنا عضة الكلاب والحيوانات والنزيف الجروح هي شنو؟ الجروح هو تعرض المصاب لحاجة لآلة حادة أدت إلى جرحه أو فتح جزء من جسمه بتتقسم الجروح لأنواع عندنا أربع أنواع من الجروح عندنا الجروح السطحية وعندنا الجروح القطعية الجروح السطحية دي هي مشهورة عندنا بالزلطة السوداني كده الجروح القطعية هي اتعرضنا لإصابة بسكين أو موس أو آلة حادة أصابت لنا جزء من أعضائنا البشرية عندنا الجروح الوخزية الجروح الوخزية هي عبارة عن الطعنات أو طعنة مسمار أو حاجة زي دي الجروح النزعية الجروح النزعية هي الإصابة بآلة حادة أو شبيهة في حادث أدت لنزع جزء من الجسم أو جزء من الأطراف هنا مخاطر الجروح هي شنو؟ عندنا ثلاثة مخاطر وهي مهمة شديد النزيف والعدوى وتدمير عضو ما في النزيف نتعامل مع النزيف كيف لو حصلت لنا إصابة في النزيف نتعامل على الضغط المباشر على الجرح تعال يا وائل افترض انه وائل جرح في يده هنا الجرحة دي سواء بسكين او حاجة زي دي العلاج ليها لازم بمعالجة النزيف بالضغط المباشر بأي بقطعة قماش بقطعة شاش أو حاجة زي دي بنضغط عليها بصورة زي دي ونكون ماسكيننا كده وبعد ما ضغطنا عليها بقطعة القماش أو أي حاجة نكون نرفعها من الجاذبية الأرضية عشان تكون مرفوعة تماما عشان الجاذبية الأرضية بتأثر ذاته في الدورة الدموية بتحاول تجذب الدم لتحت نرفع الجزء المصاب بعديها ما قدرنا بالحاجتين ديل نركز على نقاط الضغط في الجسم ونقاط الضغط في الجسم هي الشرايين الرئيسية للجسم معروف مننا الشرايين الرئيسية كان شرحناها المرة الفاتت في المحاضرات السابقة وسح عيدة تانية في الجزء الأمامي أو الجزء العلوي من الجسم هي بتمر من القلب لتجي هنا للرقبة بتجي هنا للجزء الداخل لبطن اليد اللي هي بين العضلتين ديل تاني بتنتشر للبطن بتنتشر هنا محل الحوض وبتتجه التاني لتحت من الأفخاذ من الجانب الداخلي وتجي هنا في الركبة من الجزء العلوي والجزء السفلي دي هنا مناطق الضغط يعني إذا حصلت أي إصابة بالطريقتين ديل ما قدرنا نزعفهم نجيب رباط أو قطعة قماش نقوم نربط المنطقة يعني مثل الجرح هنا نحاول نربط هنا ربطنا هنا في الربطة دي لازم نركز شديد لأنه ممكن بربطتنا دي تمنع مرور الدم والأكسجين للعضو ده وممكن يموت لنا فنقوم نربط الحتة دي ربطة ما قوية شديد ولازم في أثناء في إسعاف المريض في أثناء ذاته ورفعه لنقله للمستشفى نكون مراقبين الحتة دي لقينا هنا الجزء الأمامي أو في العضو ده أو الأطراف بتاعته دي بقى في اللون بقى يتحول للون الأزرق أو الجسم أو العضو ده بقى يتحول لدرجة برودة عالية نحاول نرخي الربطة دي لأنه بتكون قللت لنا نسبة الأكسجين والدم هنا وبمرور الوقت أو مرور دقائق ممكن يموت لنا العضو ده دي وقف النزيف كده يا عزيزي شكرا شكرا لك يا وائل عندنا الحروق الحروق عندنا خمسة أنواع من الحروق عندنا الحروق باللهب المباشر اللي هي النيران يعني بيتولع أو أي حاجة مباشرة عندنا اثنين
حروق بالبخر الساخنة، وده دائما أكتر ناس بتعرضوا لها ناس الأفران شغالين في المخابز أو شغالين في المصانع أو التوليد الحراري للكهرباء أو حاجات زي دي. عندنا ثلاثة حروق بالمواد الكيميائية، ده دائما بتعرضوا لها الشغالين في المصانع بتاعة المواد الكيميائية سواء الصابون الأدوية الحاجات زي دي. عندنا الحروق بالصعق الكهربائي اللي هم الناس تعرضوا لضربة كهرباء دي بتسبب لهم ممكن حروق. في الإشعاع جاءت الحروق دي من المظاهر بتاعتها عندنا إحمرار وألم شديد وتورم. الحروق باللهب المباشر قدام نزول ولعت فيه ونار عديد والنار ستيل مولعة. أول حاجة نعملها له نجيب بطانية أو أي قطعة أو متوسطة البرودة. في ناس كثيرين بيقولوا يجيبوا موية باردة وده خطأ كبير طبعا، أو يجيبوا تلج يخطوه مباشرة على محل الحريق وده أكبر غلط طبعا. لازم يكون الموية الفاترة العادية دي اللي هي موية الماسورة أو أي موية مخزنة أو كده، أو تكون متوسطة البرودة، نهاية ما تكون موية باردة لأن دي بتأثر بعدين في عملية تجمع البلازما اللي هي الفقاقيع. الناس اللي بيشوفها يعني مجرد ما تحركتها بتتكون دائرة وبتكون جواها موية، هو السائل الشفاف ده. السائل الشفاف ده الناس كثيرين أو أغلب الناس بتفتكروا إنه حاجة مضرة، بالعكس هو ده الحاجة المفيدة لنا لأنه بتكون هو ده مسمى سائل البلازما، بيحتوي على البروتينات وعلى أجسام مضادة وفي ناس كثيرين بيحاولوا اسمه شنو يفرغوه وده أكبر خطأ. هو ده الوسيلة الوحيدة، جسمنا بيحاول يكون المادة دي في مكان الحرق عشان يحاول تسريع شنو؟ تسريع العلاج بتاعه. فالناس ما تحاول أي هالة أو أي دورانية تكونت من الموية دي ما تحاول إنها تفرغها لأي سبب كان، وما تحاول تحاول تبرد الجزء المصاب بالحريق بالتلج. ده خطأ مور، خطأ كبير لأنه ما حتخلي تكوين البلازما سهل في الجسم. يلا عندنا الحرق درجة أولى. الحريق الدرجة أولى ده بكون في الفيرست لاير الطبقة الأولى من الجسم ياهو بتبريد لمدة 10 دقائق بفترة أو متوسطة البرودة. حرق الدرجة الثانية برضو نفسي الأولى دي، لكن ده بيختلف إنه نستعمل له الكريمات الموجودة اللي هي بتاعت الحريق دي، لازم تكون موجودة في أي بيت وفي أي مكان يعني. دي الحريق الدرجة الثالثة ده تبريد لمدة 10 دقائق ونقله للمستشفى، لأنه ده بكون أصلاً الحريق الدرجة الثالثة ده أصعب نوع من الحريق ده لأنه بكون أذى العضلات وأذى طبقات الجلد الثلاثة وأثر تأثير مباشر، ده لازم ننقله للمستشفى مباشرة وما فيه أي اثنين ثلاثة. نجي هنا للكسور. الكسور هو تعريف البسيط شنو؟ هو إصابة عضو بيؤدي لعدم القدرة على التحرك ووجود ورم في نفس المكان بتاع الكسر. الكسور منها الشرخ، وهنا معروف عندنا في السودان الشق العادي ده. في الكسر العادي، الكسر العادي ده برضو ما بيكون ظاهر ولا باين، لكن بالأعراض بتاعته انه هو بيكون تورم وعدم الحركة. عندنا الكسر المركب، الكسر المركب ده هو بيكون في منطقة في مثلا في اليد كسر مركب يعني كسرين في حتة واحدة، ده هو المقصود بالكسر المركب. تهشم العظام ده دائما بيصيب المناطق بتاعت الحوض ومناطق الجمجمة، وهو العظام بتتحول شكل باودر عديل، ودي أغلب الإصابات بتكون هي في الحوادث. عندنا كسر العمود الفقري، وده طبعا أخطر كسر في الكسور. عندنا الشرخ، الشرخ هو ما موضوعه ما صعب شديد وما خطير شديد، هو علاجه يعني ذات الزول يكون بس نركب له حاجة تكون ما تحرك يده أو رجله بصورة ويواصل حياته عادية. الكسر العادي ما نحاول نحرك الزول لأي سبب إن كان من مكان الإصابة ما لم نعمل له جبيرة. الجبيرة دي ممكن تتكون من أي حاجة بسيطة، عود، خشبة جنبك قريبة تحاول تربط العضو المصاب ما تحركه لا من توديه المستشفى
وهناك العلاجات بتتم له. كذلك الكسر المركب تهشم العظام ده برضو خطر شديد، لأنه زي ما قلت لكم بيصيب المناطق بتاعت الحوض ومناطق الجمجمة، وده ما عنده أعراض، أعراضه ما زي أعراض الشرخ أو الكسر العادي أو الكسر المركب. دي أغلب الحاجات بيصيب برضو الرجال الكبار فوق عمر 60 سنة، أبواتنا وأجدادنا بيصيبهم تهشم العظام ده، وطبعا بيكون خطر عليهم شديد. هما الحاجة الوحيدة اللي بتلاحظها به إنه قدرته على المشي ما القدرة الزول الطبيعية، لكن برضو بيقدر يمشي. ففي الحالة دي أو الوقوع من منطقة عالية أو الحوادث لازم دي ما بيبين إلا بالإكسراي باللشعة. فأي زول مصاب حدث الحادث قدامك حاجة زي دي لازم يمر باللشعة عشان يشوف إنه في كسر في العظام أو لا. عندنا كسر العمود الفقري. العمود الفقري هو ذات شنو؟ العمود الفقري هو عبارة عن فقرات، سلسلة من الفقرات موجود داخلها النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده هو شنو؟ النخاع الشوكي هو المسؤول المباشر عن اسمه شنو؟ عن الترددات في الجسم كله، بتيجي عن طريق المخ اللي هو بترجمة للمخ، وبتيجي عن طريق المخ وباقي الأعضاء كلها. فربنا جعل المخ يتحفظ بالجمجمة، والنخاع الشوكي يتحفظ بالسلسلة الفقرية دي. ففي الحوادث دائما الكسر العمود الفقري دي بيجي الواقعين من سقالات المناطق العالية، الحوادث الشديدة، ودي برضو الزول ما تحاول تحركه شديد أو ما تحركه تماما. وحتى إذا اضطريت إنه الزول تحركه من منطقة مثلا فيها انفجار أو أي حاجة زي دي، تحركه جره من المنطقة العلوية دي، تجره وتسحبه كده. نتخيل إنه ده كتف المصاب ودي السلسلة الفقرية بتاعته وهو بالصورة دي، بنجره وبنسحبه بيدينا الاثنين كده من المنطقة الخطر. بعد ما جريناه ما نحاول نحركه تماما، دي أهم حاجة، لأنه مجرد الحركة ممكن السلسلات الفقرات دي تقطع أو تأثر في جزء من النخاع الشوكي. النخاع الشوكي إذا كان الفقرة من الجزء التحت ده حركناه وأدت لتلف في النخاع الشوكي، أكد تماما إنه باقي العضوة التحتانية دي ما هتتحرك. إذا كانت من المنطقة المتوسطة باقي الأعضاء دي كلها ما هتتحرك تاني، وإذا كانت هنا من فوق أكد إن الزول تمام. دي زي ما بيحصل في الشنك، هو بيعدو الشنك هو ما اختناق، الشنك هو فصل النخاع الشوكي أصلا، الفصلوا من هنا النخاع الشوكي التنفس والأعضاء الداخلية دي كلها حتكون اوريدي ماتت، ده بأدي للموت. فده خطر شديد كسر عمود الفقري. عندنا ضربة الشمس والانهاك الحراري، زي ما معروف هنا دي أكتر حاجة عندنا هنا في السودان، وبالذات اليومين دي هنا في الغيادة. معروف إن السودان طبعا درجة حرارة عالية، وبالذات في فترات الصيف وبالذات في فترة رمضان دي المتوقعين إنه حتكون ضربات الشمس كثيرة. هنا ضربات الشمس في ناس كثيرين بيقول لك أنا ضربتني شمس أمشي، بشوف من العادات السالبة إنه الناس بتحاول بتمرقة بصور بدائية كده إنه يطقوا لك، ودي حاجة خطرة شديد، لأنه هنا بتتلف جزء من التكوين بتاع الرأس ومن اللوعية الدموية والشرايين والحاجات دي. ومن أعراض ضربة الشمس والإنهاك الحراري هو توقف العرق. الزول درجة حرارة بتكون مرتفعة جدا، لكن العرق بتاعه ما في، جسمه بقى جاف تماما. انقباض اللوعية الدموية دي ما هتصهر شديد، عدم التركيز، دائما الزول بيكون ما مركز بين مغبي كده يعني بالسوداني. عندنا الغيبوبة، أحيانا الزول يصل في مرحلة الغيبوبة إنه يكون فاقد للوعي، ولا من يصل مرحلة الفاقد للوعي نحاول نشوف السي بي سي المرفض شرحناه في المحاضرات السابقة، إنه الزول يشوف مجرى الهواء بتاعه ودرجة الوعي والبريزنج والتنفس بتاعه والحاجات زي دي. لقينا إنه الزول ما بيتنفس ونبضاته واقفة، ننتقل لعملية السي بي آر طوال، هي عملية الانعاش الغلبي الرئوي عن طريق الضغط 30 مرة والنفخ مرتين في فمه. لقينا الحاجات دي عندنا الاثنين ديل الثلاثة الفوق ديل ما وصل في الغيبوبة، زول مستجيب لنا بوضعه الطبيعي. طوالي أهم حاجة نعمل شنو؟ تبريد المصاب. تبريد المصاب ده نحاول نتخلص من كل الهدوم اللي فيه، نخليه عاري، شبه عاري، بشنو؟
ونوديه لمكان جيد للتهوية ونصب عليه موية فاترة أو باردة ما فارق لأنه أصلا هو معاني من مرحلة جفاف ونكتر له من السوائل الباردة ما السوائل الفاترة السوائل الباردة نكتر له ويشرب منها عشان الجسم يرجع عادي ودي الموضوع بتاع ما خطير شديد ضربات الشمس والهناك الحرارة نجي هنا ليلة غار ممكن بس تتكلم عن قصتي اللي بحاولوا تطقوا الجبهة هنا ده أيوة. شنو الفكرة شنو بتاعتها يعني والله الفكرة انه بيقولوا الناس انه بتتكون هنا مجموعة من الدم وبحاولوا بالطقة دي يطقوها عشان الدم يرجع طبيعي وده غلط هنا الجزء من الجبهة ده في العصب البصري بتكون منه فانت لما تجر انت بتضغط على العصب البصري ممكن يؤدي لك للعمى ممكن يؤدي لك لتكوين الجلاكوما اللي هي المويه والحاجات زي دي فالناس تبعد تمام البعد عن الطقة الهنا وممكن انت تتلف جزء من اللاوعية والأوردة الموجودة في الدماغ وبالذات في الجبهة دي فنجي هنا للدغات العقارب والسعابين طبعا الناس بتخاف من لدغات العقارب والسعابين دي شديد والتعامل معها سهل جدا جدا ما صعب وفي ممارسات خاطئة لين شديد ان احنا بالذات السودانيين مع لدغات العقارب والسعابين لدغات العقارب والسعابين دائما الزول هو بكون في وعيه الفترة الأولى ما لم السم ينتشر يقوم يصل لمرحلة الغيبوبة حنصله لمرحلة السي بي ار نعمل أول شيء لقينا الزول في أليرت وضعه يعني مستجيب لنا وعارف إنه لدغته عقرب أو ثعبان أو حاجة زي نهدي المصاب ما نقوم نجيب الموس ونحاول نشرط أو الشفط عدم التشريط التشريط ده لما نفتح بالموس من جسمه بندي فرقة للسيم انتشر بكمية أوسع في الجسم فدي الممارسة خاطئة ولما نحاول نشطف بخشومنا أول شيء الشفط ده مجرد ما يتفكيت يدك وداير اسم شنو تخلص السم من جسمك العملية دي بتدي عملية مضادة للجسم بيقوم بيسحب باقي الدم الموجود فيه السيم كله انتشر للجسم فدي الحاجة دي غلط شديد الناس عملية التشريط والشفط دي ما يقربوا لها دون حتى الشفط ممكن جزء من السم ينتقل لك انت ذاته عن طريق أيوة حتى إذا كان عندك جرحة بسيطة في جسمك وحتى ممكن لدرجة ممكن تتبلع منه جزء انت ما شاعر ممكن تسرب منه جزء بسيط فدي حاجة الناس ما تقرب لها عدم التشريط والشفط دي أهم حاجة في ناس برضو كثيرين بحاول يشربوه يقول لك جبنة مرة وإن يشربوه قرض وحاجات زي دي ممنوع بتاتا الزول اللي أطغاو عقرب أو ثعبان إنه يشرب أي حاجة تمنعه تماما من شرب أي سوائل ما يحاول يقرب لها تماما شرب السوائل ممنوعة منه في الحالة اللي زعف فيه زول يقول لي طيب ها الزول اللي جيناه ضربه عقرب أو ضربه ثعبان نعمل شنو عندنا ربط الرباطات الضغط الرباطات الضغط دي اللي هي ما لقيتها القطعة العادية اللدغة تشوف مكانه وين تقوم نفس الطريقة اللي بيك قلنا أماكن الضغط في الجسم نحاول نربطها له يعني مثلا اللدغة هنا في الرجل نقوم نربط أقرب أماكن ضغط عشان الجسم ما ينتشر فيها هنا للركبة أو ممكن تربطها هنا في النص لكن الربط هنا في النص هنا ذاته في المسلس هتغاوم الرباط بتاعك العضلات هتغاوم الرباط بتاعك فأحسن حاجة تقوم تربطها هنا من المراكز بتاعة الضغط الرئيسية للجسم كله ما لقيناها عندنا كاسات الحجامة دي مفيدة شديد لأنه كاسات الحجامة بتعمل على الضغط المستمر للدم ودي بتحل لنا محل الشفط بالخشب أو التشريط كاسات الحجامة دي عشان كده تكون مهمة بالذات للناس القاعدين في الأماكن الخلوية الناس الموجودين في الذهب والقاعدين ديل لازم تكون عندهم كاسات الحجامة دي في حال انه يتعرضوا للدغات عقارب او سعابين لدغات عقارب او سعابين استعملوا كاسات الحجامة دي بعديها ادوه المصل بتاعت دي موجودة في اي صيدلية الناس الماشين دايما في مناطق خلوية او مارقين في رحل خلوية دايما خلوا عندهم ايتمز امصال بالنسبة لدغات العقارب والسعابين دي الزول احتياطات يكون شايلة دايما معه لأنه انت أصلا ماشي منطقة خلوية يعني حتكون متواجدة السعابين والعقارب معك فالزول الوقاية خير من العلاج
حصلت يا حايب. نجي هنا لعبدة الكلاب والحيوانات. استعمالها كيف؟ أه؟ استعمالها كيف الحجامة؟ الحجامة استعمالها كيف؟ انت قاصد شنو نستعمل شنو لكن؟ الدواء بتاع العقارب. الدواء بتاع ما هي عبارة عن حقن، حقن عادية يعني. الحقنة أصلا السامبل بتشيله كله في الحقنة وبعدين بتضغطها في الجسم. في نفس المكان ولا أي مكان؟ لا في أي مكان، ما شرط في نفس المكان، في أي مكان. يعني هسه مثلا أنت ضربتك العقرب هنا جنب ضانك، هتدي جنب ضانك؟ صعبة هي عادية، بتاخد عن طريق العضل وعن طريق الوريد. ما بتعرف تدي عن طريق الوريد، ممكن تاخدها في العضل عادي. الأمصال دي أنا شفت ناس قالوا يد فوق العزاب. ها؟ قال لك في ناس بيضربوها في نفس محل اللدغة ولا كده؟ والله يا أخي دي ما هي دي ما يعني ما مشكلة يعني، ما موضوع يعني، ما أساس إنك تضربها في نفس المكان. ودي ما الممارسات الخاطئة يعني. فأماكن بتاعت إعطاء الحقن معروفة بالنسبة يعني، هي الوريدة يا إما في العضل. قريب ده، قريب ده من دي واحدة ده أقرب ونفس المكان بس ليه أسبوعين. قال لك في كسلة وقريبات دي في نفس المكان الدول. ما دي الممارسات الخاطئة، دي الممارسات الخاطئة. ما معناته إنه هي دي المعيار اللي تمشي به. الأمصال دي معروفة أماكنها تأخذها وين، سواء في العضل أو سواء في الوريدة. عندنا عضة الكلاب والحيوانات. عضة الكلاب والحيوانات دي هي عن طريق الكلاب، الكدايس، قرود، أي حاجة، الحيوانات الأليفة أو المتوحشة شوية. وطبعاً دي الخطرات شديدة. عضة الكلاب دي بتسبب لنا اثنين، التيتانوس والسعر. دي اللي بتسببون التيتانوس. أول حاجة، أول ما عضة الكلب أو أي حيوان، نعمل غسل الجرح بماء متواصل أغلاها لمدة 15 دقيقة، ولو دعت الضرورة ممكن نغسله بصابون عشان نحاول نزيل اللعاب من منطقة العضة عشان ما يحاول ينقل لنا الميكروبات أو العدوى المتواجدة في لعاب أي حيوان. وطبعا التيتانوس أو السعر دائما متواجدين في لعاب أي حيوان. مجرد ما غسلنا الجرح، إعطاء المصل، التيتانوس والسعر الاثنين سوا، اللي هو يوجد طوالي مدوه للمستشفى. أهم حاجة إنه بعد الغسيل بتاع الجرح، المنطقة اللي فيها الحيوانات دي، طوال إعطاء مصل التيتانوس والسعر. دي كده بتكون انتهيت من موضوع عضة الكلاب والحيوانات. النزيف فوق. النزيف ده ما شرحناه قبل. ممكن نعيده لك تاني، ما مشكلة. يعني إحنا قلنا في الجروح لما تحصل لنا ممكن تؤدي للنزيف. النزيف ده عشان نوقفه، بنوقفه عن طريق ثلاثة حاجات. عندنا الضغط المباشر على منطقة الإصابة، نضغط عليها بقطعة في نفس المكان المصاب الموجودة فيه الفتحة. وفي ناس طبعا برضو بيحاولوا يغيروا القطعة المضغطوا بها الأولى، وده طبعا غلط. القطعة لو اتملت بالدم، جيب القطعة الثانية خدتها بفوق له، لأنه أوردي الجسم بيكون عمل عوامل التجلط الموجودة فيها. فنزع القطعة الأولى المليانة بالدم دي برضو غلط. جيت القطعة حسيت بها اتملت بدم، جيب قطعة ثانية خدتها من فوق لها، لأنه الجسم بيكون بدأ في عوامل التجلط والمنطقة بتاعت الفتحة دي أوردي حتكون بدأت فيها تجلط. في ناس برضو بيستعملوا البن وده برضو حاجة غلط. وفي ناس بيستعمل يقولوا بعيد عن كبوت، دي حاجه غلط لان دي بتلوث الجرح. وفي ناس بيقول لك والله يا اخي احنا جربناها والحاجه دي يا اخي شفت لنا. دي اوريدي معناه انت جرحتك اصلا الملح برضو. الملح هو عباره عن مطهر. الملح عباره عن مطهر وده ما فيه مشكله. لكن اهم شيء انت في النزيف انت لازم توقف. هو الجسم بتاع البني ادم كله فيه 5 لتر من الجسم، فيه 5 لتر من الدم، وفيه نص لتر في الطوحال. في حالة انه ينكس الجسم بدأ يفقد من الدم، بيقوم الطوحال ينغبط ويقوم يدخل لنا النص لتر الاحتياطي الموجود. فانت لما تاخد الملح بحاول يسيل لك. في ناس برضو الليمون حاجات زي دي. فالمطهر ما مشكلة، اعمل المطهر. برضو في حاجات الكحول اللي اسمه شنو زي الاسبريت زي الحاجات دي ممكن تعملها، لكن اهم شيء تكفي المكان الجرح.
برات كبسول برضو. ممكن لا الكبسول فيه مواد لازم يكون صوت لا غلط طبعا خط صعود غلط اذكرها اذكرها عشان تظهر في هناك اللي بخطه صعود غلط اللي بخطه البن غلط اللي بخطه بيت العنكبوت غلط واللي بخطه رماد برضه غلط الحاجات دي اخواننا غلط وفي ناس بيجي بيقولوا البن بيشفي سريع اوريدي معناه انت جرحتك دي جسمك يعني بدون البن ده اوريدي في نفس الوقت كان حتشفى يعني فالناس بس ما عارف المعلومه دي فالناس ما تمارس الممارسات الخاطئه وبرضه في ناس برضه داير يركز في حته بتاعت المعجون في الحروق السودانيين يقول لك يا اخي والله حصل جرح يا اخي عمل له معجون المعجون ده اصلا فيه جزء يعني من النعناع فيه المواد المنعشه دي مجرد ما يخطها فيه وبيحسوا بترطيب لكن اوريدي يعني انت جرحتك الحرق السطحي ده من دون معجون برضه في نفس الوقت برضه حيشفى ولا حيعمل له اي حاجه اهم شيء التبريد للجرح المويه انت اسعى النار دي ولع ضربت فيها حتعمل شنو بمويه لو جبت لها معجون حيطفيها ما حيطفيها الدم كم عبا يجيف الدم لو ابا يجيف الدم لو ابا يجيف انا ما قلت لك في ثلاثه وسائل من الثلاثه وسائل دي اكيد الدم حيجيف لجيف الضغط المباشر ما زبط طوالي ترفع العضو المصاب تحاول تبعده عن الجاذبيه الارضيه يعني يدك انت العضو المصاب هنا انت لما تحاول تضغط تقوم ترفعه بالصوره دي كده بتقلل الجاذبيه الارضيه الجسم اسمه شنو الدم ما حيجي نازل ما نفع تحاول على الضغط على نقاط الضغط اسمها الضغط على نقاط الضغط في الشرايين الرئيسيه المسؤوله من الجسم اللي هي بتفرز الدم تقوم تربطها في المناطق الجبهه قلنا الاماميه هي بتجي الشرايين مره بتحترق وبين العضلتين في اليد ديل دي المناطق الرئيسية في الرجلين بتجي داخلة هنا من البطن لمنطقة الحوض للمناطق الداخلية بتجي للركبة من أمام ومن خلف يعني الإصابة هنا الإصابة في أي مكان تقوم تربط مكان الضغط فالحتة دي ممكن تقتل العضو المصاب لازم تكون فيها حذر مجرد ما ربطت عشان العضو ده لو مر باللون الازرق او حسيت به ببروده تحاول تقلل الربطه عشان ما يموت لانه اوريدي الدم حيكون الضغط بالنسبه له بقى بسيط والاكسجين بقى بالنسبه له بسيط يعني نقاط الضغط دي بتوقف الدم بتوقف الدم دي ممكن تبوظ لك العضو المصاب ذاته لو الدم ما وصل هاي لا طوالي انا تعبني مسمار والله مسمار سمي سوار كسلة طبعا ايوه جاي صابيه هنا بالمناسبة اها كسلة صابيه هنا ايوه مسمار تعني محل طبعا بعيد ما في مستشفى هنا كده زي شوكة علات المسمار قد النعال وتعني في كراهية خلاص انا هو قدام ما مشيت مستشفى مكان بعيد بعد ما جيت ساعة ساعتين ثلاث ساعات برد ونسيت بعد ثلاث اربع يوم بقى يوجع مسمار مشيت للدكتور قلت له يا اخي انا قبل ثلاثة يوم تعني مسمار هنا قال لي يا اخي ثلاثة يوم لما زمن فات قال لي قبل عرف نفسك عرف نفسك سوري يا جماعة سوري يا جماعة سوري بسم الله الرحمن الرحيم اول تحية للثوريين يا جماعة صابينا 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 انس ابو بكر صالح انس ابو بكر صالح ولاية كسلة محلية ضد الحليوة استاذ في مدرسه ثانويه استاذ محمد احمد خير زميلي الله يرحمه زميلي يا شهيد ربنا يغفر له ويرحمه تقبل ان شاء الله قلت لك بعد ما طعني المسمار المسمار قد ثلاثة يوم حسيت بوجع ذهبت للدكتور الدكتور قال لي يا اخي بعد ما عمل ثلاثة يوم ده ما 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 في حاجه ثاني لكن نديك الحقنه في حقنه يسمى شنو اداني لي يعني بعد ثلاثة يوم بعد اداني الهقنة بعد 15 يوم ولا 20 يوم ثاني الكرة دي بقت توجع خلاص اهتمت اعمل شنو ما في ذات مكان يعني ما في اثر المهم بتوجع بسبب المسمار لياسي بتوجع؟ لا لا الزمن داك اي هو ما بعيد اصلا خلاص بعد شهر كده وشهر ونص بجيد عصر الكرة ذات وفتش محل ما نجد الحمد لله بجيد كويس اها انت يكبك لو بتركز قلنا الجروح الوخزيه الجروح الوخزيه هي الناتجه عن الطعنات بالسكين او عن مسمار او عن سلك او عن اي اله حاده هي لا من تخش ممكن تقطع جزء جبك قلنا
المسمار او السكين او اي حاجة ما تحاول تمرقهم. اوكي ما لم تصل للمستشفى لانه ممكن انت لحسن حظك دخل المسمار ما تلف لك جزء من الاعضاء الداخليه لكن في مرقتك انت بتكون اذيت الاعضاء الداخليه سواء بسكين او باي حاجه فدائما الطعنات ما تحاول تمرق الجزء اللي طعنت به او الاله اللي طعنت بها ما لم تصل للمستشفى اوريدي بيكون اداك انتي تيتانوس الانجكشن دي اللي هي المضاده دائما الحديد معروف برضو مرتبط بالتيتانوس ده اللي قبل شوية شرحناه ده دائما لانه الصدى الرصد والحاجات دي بتكون موجوده فيه وهي حاله انت طالما مرض عليك 3 ايام ومشى اداك الانتي تيتانوس ده هو بكون ما ينتشر شديد او بيكون احتمال المسمار ذاته مصد شديد لكن انت الالم برضو بتشعر به ولانه في منطقة جزء مصاب داخلية فدي الحالة وما تخاف منه ان شاء الله ما بتحصل لك طالما اخذت الحقنة ان شاء الله ما بتجيك اي شيء تعرف اي سؤال ولا اي حاجة تفضل عرف نفسك برضو السلام عليكم محمد حسن الطاهر ولاية البحر الاحمر واحد قال لي الزناد ده يعني واحد لو شنط له بطنه قال لي الزناد ده يرجع البطن لما ما توصل المستشفى قال لي قلت وانا ما احرق محل القطعة يعني قال لي انا مجربة لكن انا ما بصدق الكلام ده قال لي الزناد تخطه جنب البطن كده تولع يعني البطن احرق محل الشرط يرجع لما ما تصل الدكتور كلامنا رؤيت ولا كيف؟ الحالة دي ما سمعناها قبل كده لكن أنا بديك رد دائما الجسم المنطقة المصابة هي بتحتاج دائما لتبريد الجسم لما يكون في حالة سخونة الدم ده هو زي الموية لما يكون في حالة سخونة هو معناته إضافة للسيولة بتاعته لكن أنت لما تولع زناد كده بتحاول بتزيد من التدفق بتاعه فدي معلومة غلط فانت لو بتلاحظ في الكدمات دائما بخدته تلج او كيس تلج او حاجة زي دي عشان تحاول تساعد على التجلط فقصة انه يخد زناد دي معلومة غلط وفي ناس يقول لك محل الجرح نولع برضو نار او المعروفة هنا عندنا بالكي دي برضو غلط شديد وفي ناس يقول لك الفصيد بالموس ده اكبر غلط يا اخوان الناس ما تحاول تقرب للفصيد بالموس لانه الزول بيفصد ما عنده جهاز مرئي كده انه مكان الشرايين مكان الاوعية الدموية الحاجات دي ظاهرة له فلا من يفصد ممكن يلاقي له شريان او يلاقي له وريد او ممكن يودي للحياة انا بتذكر انه في حالة زي ده حصلت في عطبرة انه في زول حاول يفصدوه بالموس انه هو معاني من غيرغان او حاجة زي دي فودوه لزول فالزول فصدوا مسافة وصلوا للمستشفى الزول مات في مناطق من الشرايين قبل شوية شرايين شرحت لكم دي أوريتكم مكانة دي ممكن تدفق الدم فيها بمقياس الكيلومتر في العربية أكثر من 33 كيلو فإنت شوف القوة الضغط بتاعت الدم دي كيف يعني ده اندفاع عديل فيعني في مدة 3 دقائق لأربع دقائق هتفرغ الجسم 5 لتر وهنا احنا في الجسم الإنسان كله 5 لتر 5 لتر دي يعني كريستالتين وقارورتين الموبايل الصغيرة دي فيعني انت لمن في مناطق الشرايين الكبيرة دي او الرئيسية دي تصيبة في 4 دقائق اوريدي جسمك كله هيتفضل فقصة في الصيد وقصة الكي دي ده حاجة غلط شديد ودي من الممارسات الخاطئة اللي احنا قمنا عليها واللي احنا لقيناها في السودان فالحاجة دي الناس ما تقرب لها والناس تحاول تغير فيها فيعني الطب ده ما خلوا له حاجة الطب ده ما خلى حاجة كل يوم متجدد وكل يوم فيه حاجات جديدة فالطب أنا ما داير أقلل من دور الطب البديل أو الطب البلدي لكن عندنا ممارسات غلط شديدة نحن ومعلومات ما معروف هي ذاتها مكان مصدرها وين وجاية من وين حاجات قمنا لقيناها لكن ما متأكدين من صحتها لكن لا من تغارينا بالطب الحديث بتلقاه إن ممارسات خطأ في خطأ ما لا أي أساس من الصحة فتعني في سؤال تفضل يا اخي الابصال الزبايب والعقارب ايوه تحبس في حاجه بارده ولا
ممكن تشيلها ثاني. لا هي بتتحفز عادي يعني. في كرر السؤال عشان كرر تكرر السؤال. الخال بيسأل عن الأمصال بتتحفز في درجة حرارة كم؟ دائما الأمصال دي بتتحفز في درجة 30 ل 33، أقلها 28. يعني ما مشكلة، ما شرط تكون موجودة في التلاجة ولا شنو. يا دكتور موفق، طبعا دكتور موفق ده هو الطبيب الصيدلي، ممكن يجاوبك على السؤال ده يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. الحقيقة يعني سؤالك بجد يعني هو انا بقول في محله، لانه ما في زول بيسأل سؤال زي ده قريب. فهو من الافضل، من الافضلية انه يكون درجة الحرارة اوفر ل 30، يعني 35 او في حدود 30 تكون محفوظة تماما وما بيجي اي حاجة. فهي يعني انا بقول لك انه ما بيصيب اي نوع من الكديس او اي نوع من النفات وهي في درجة الحرارة دي. فانا بشكرك جدا على السؤال، وعايز انبه على حاجة دكتور محمد. عندنا استخدام خاطئ جدا بالنسبة للجروح يا أخوانا. يعني عندنا في عاداتنا السودانية الواحد لما ينجرح يقول لك يا أخي أديه الهبوت بتاع النار أو بيت العنكبوت. هنا بروبلم إنه الحاجة دي بتوقف الدم تمام، وقفت الدم ممكن لغاية ما يصل المستشفى، لكن وقف الدم بالهبوت أو ببيت العنكبوت بيعمل التهاب للجرح، التهاب للجرح. يعني ممكن الجرح عشان تاني يحصل الدكتور لغاية ما يتخيط، لغاية ما ياخد حقنة التتنس تمام، لغاية ما يرجع البيت هيكون في التهاب داخل الجرح والدكتور هيكون ما عارفه أصلا. فأنا بوعي الكل إنه أي زول يتعوق، إذا كان بحديدة، إذا كان بشوكة، إذا كان بسكين، إذا كان بأي حاجة آلة حادة، ما يدوا أي هبود ولا يدوا أي بيت عنكبوت. أقرب مستوصف، أقرب هن زمان بيقولوا إيه، شبخانة، أقرب شبخانة يصلها، ويحاول دائما أي إجراء يقوم به الطبيب ما يقوم به المريض نفسه. واصل يا دكتور محمد. كويس البوينت دي كلمنا فيها بك، كويس إنك زعلت تاني. فدار أذكر تاني. ايوه اتفضل يا اخي. وقال لك لو في خلل هو ما بيتكلم فيه. الاسعافات الاوليه للجروح. الاسعافات الاوليه للجروح، يعني احنا قبل تكلمنا عنها، لكن انا ممكن اديك لها سريع ثاني يا خال. اذا حصلت لك المنطقه الخلويه انت نوعها شنو؟ زراعيه، في الذهب، شنو؟ زراعيه. يعني غالبا بتتصاب بالات حاده. يعني طوريه، راس، ابراص، حجر. اوكي تمام. قبالك تكلمنا فيها دي بنصنفها ضمن الجروح القطعية. الجروح القطعية، الجروح القطعية بتأثر دائم بتسبب النزيف. النزيف ده بنوقفه كيف؟ النزيف ده بنوقفه بثلاثة حاجات. الضغط المباشر على مكان النزيف أو المنطقة اللي بينزف منها أو مكان الجرح، نضغطه بقطعة قماش نظيفة أو بقطعة شاش أو بأي حاجة. القطعة الأولى اتملت بالدم، جيب قطعة تانية اضغط بيها، ما تزيل القطعة الأولى لأنه بكون الجسم اوريدي بقى في حالة تجلط وبدأ يكون يتجمع، لأنه دي الحاجة ربنا سبحانه وتعالى ادانا له مرحلة التجلط، ما تزيلها لا من تمشي. عندنا الثانية رفع العضو المصاب، محل الإصابة ترفعها عشان تكون بعيدة شنو؟ من الجاذبية الأرضية، لأن الجاذبية الأرضية بتأثر على الدورة الدموية السيركوليشن، إن تكون نازلة وبتخلي النزف بيرضو يزيد ترفع. يعني مثلا اليد مثلا جرحت أرفعها كده لحد ما تصل المستشفى، على نوع الإصابة ممكن يكفلوها لك بخياطة بحاجات زي دي هناك تاني في المستشفى بتتم. لكن في الفترة دي يا ضغطت على مباشرة للنزيف وقف وصلت للمستشفى أجروا لك الإجراءات اللازمة، برضو ما وقف بالضغط المباشر تحاول ترفع العضو المصاب عن بعيد شنو عن الجاذبية الأرضية أو تحريكه عن مكانه، يعني ترفعه لأعلى. الاثنين ديل ما زبطوا، عندنا الضغط على نقاط الضغط. الجسم فيه شرايين رئيسية، في الجزء الأمامي جاي من فوق من القلب، هنا في المناطق بتاعت اليد دي بتيجي مرة
تحت هنا الإب وبين العضلتين ديل لحد ما تيجي هنا أطراف اليد، بتيجي نازلة في البطن منطقة الحوض، بتيجي منطقة الفخذين، بتيجي داخلة بالمناطق الداخلية هنا المناطق الداخلية دي، بتيجي في الركبة من فوق ومن تحت. الإصابة في أي مكان من الأماكن دي طوال أقرب نقطة من المناطق اللي شرحت لك دي تقوم شنو تربطها بقطعة، الربطة بقطعة دي ما تكون ربطة قوية شديد برضو تخلي شنو الدم يصل للعضو عشان انقطع الدم ده تماما من العضو ده بينقص نسبة الأكسجين وممكن يؤدي لانقطاع الأكسجين والدم بيؤدي شنو لموت العضو ذاته، الربطة ما تكون قوية شديد. وفي الحالة دي نكون حذرين شديد لحد ما تصل المستشفى تكون بتراقب العضو المربوط. لقيت اللون بتاع العضو ده بقى لون أزرق ترخي الربطة، لقيته ما لونه أزرق نسبة البرودة زادت فيه الطبيعية عن باقي الجسم برضو ترخي الربطة عشان تحاول شنو يصلى الدم يصلى الأكسجين عشان العضو ما يموت. تمام. وناس في الخلا، الناس في الذهب والناس المزارعين والناس المارقين الرحلة الخلوية لازم يكون عندهم أمثال الثعابين والعقارب، والناس برضو المربين حيوانات في بيتهم يكون عندهم أمثال التيتانوس والسعر، دي مهمة شديد لازم تكون موجودة في أي بيت بتربي حيوانات يكون عندهم مصل التيتانوس والسعر. الناس المارقين الذهب المزارعين يكون عندهم أمثال الثعابين والعقارب. وبيك زي ما شرحنا انت حضرت الشرح بتاع لدغات الثعابين والعقارب دي حضرتها، الناس ما تشطف وما تحاول تقطع بالموس دي تبعد عنها تماما تبعد عنها تماما، تستعمل بديل للشفط بالخشم او القطع ده تستعمل كاسات الحجامة. ما لقيت كاس الحجامة كوباية الشاي العادية دي تسخنها تدخل جواها ورقة تحرقها درجة الحرارة بتسخن شوية بتكون الدخان ده تخط مكان اللدغة بتاعت الثعبان أو بتاعت العقرب وتحاول تشطف شنو الدم الفيو البايزون. تفضل يا دكتور. عرف نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور طارق شغال هنا في الكلينيك بتاعت العباسية وزميل الزول ده، لكن عندي له برضو 3 أسئلة ما بخليوش. في السؤال الأول يا دكتور المتعلق بأنه في الناس في المناطق الخلوية، تمام، أحيانا الزول بيكون في منطقة خلوية تبعد من المستشفى أقل شيء 3-4 ساعات أو 5 ساعات فيما شابه، في مناطق صحراوية ما بيكون فيها عيادات مصغرة ما فيها حاجات زي دي، تمام، الزول من يحصل له جرح، تمام، أنا يعني هل أنا بلف الجرح دساي وبوديه ولا أنا بعمل شنو للجرح ده بالضبط، تمام، هل أنا في حاجات مطهرة معينة ممكن استخدمها أنا عشان تحفظي على الجرح ده على بال ما أصل أنا 4 أو 5 ساعات ولا لا، تمام، دي الحاجة يشربها، تمام، والحاجة دي بتأثر عليه في شنو، تمام. الحاجة الثالثة عضة الكلاب، عضة الكلب أنا كيف بتعمل لي تتنس أو عضة الحيوانات كيف بتعمل لي تتنس، لأن أصلا أنا عارف إنه التتنس ده بتنقل لي الآلات الحادة، تمام، الحديد مثلا الألومنيوم أي حاجة مصدية، علاقة شنو بالتتنس عضة الكلاب والحيوانات؟ ذكرني السؤال الأول شنو بالنسبة للجرح. بالنسبة للجرح المناطق اللي بتبعد مسافات بعيدة دي قلنا المسافات البعيدة أنا ما حبيت إن أنا أشرح لين أكتر إنه لازم يستعملوا النيدلز وإنه يخيطوا حاجات زي دي. بالضغط المباشر أوردي حيتكون التجلط، وإنت دكتور عارف الحالة دي صح؟ الضغط المباشر ده حيوقف الدم لحد ما نصل منطقة من العايزينة في الربط عليها ذاته. الضغط المباشر ما وقف الدم حيكون في ربع العضو المصاب، لا من نرفع الرجل أو اليد أوردي الدم ما حيكون الاندفاع بتاعه زي في الوضع الستبول بتاعه الوضع الطبيعي بتاعه. ما الحاجتين ديل ما ضبطوا عليهم تماما هننتقد للمرحلة الثالثة انه الضغط على نقاط الضغط دي هي هتوقف النزيف فترة مؤقتة لحد ما نصل المستشفى. دكتور انا ما قصدي انه نوقف النزيف، انا قصدي هل انه في طريقة نحن ممكن نعجل بيها؟ ايوه في طريقه، في طرق كثيره،
في في المدينة ممكن يكون عندهم المحلول بتاع الصلاين العادي ده بنضيف لنا جرح. ما لقينا الصلاين ده نعقمه بقنا بالموية والصابون. الصابون ده ما ممكن نستعمله، الصابون الخالي من الصودا. جيتك بيك بس ما حضرت الوقت داك. ما لقينا ديل الموية، الموية دي برا هي معقم، ولو كانت موية تابر برا حتعقم طبعا. في برضو الملح والليمون نعملهم الاثنين مع بعض، ما نستعمل الملح برا والليمون برا، لأنه داك حمض وقاعد الاثنين لما يجوا برضو بصورة بسيطة عشان ما شنو عوامل التخسر ما تقللينا. يعني نغلي موية يكون فيها ملح تتغلي مع بعض بعدك ممكن أنظف بها، ممكن تنظف بها أيوة الجرح دي حاجة ظابطة جدا جدا. آي فسؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني لا الثاني هو عنده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول أنت عبد الطاعة العقاري وبالسعادة يزور حاجة يشربها بدنا ندي لبن يشربه ليه؟ أما بينه اللبن بيطلع السموم. أوكي أنت لمن أوكي قال عضة السعابين أنا كبير قلتها عدم شرب السوائل، وهو قال عند عندهن الكبار بيقول لك شربوا اللبن مع العلم إنه اللبن بيزيل السموم. أوكي أنا إحنا ما عندنا مشكلة في اللبن بيزيل السموم، لكن انت لما تشرب اللبن اوكي انت مسافة اللبن ده يخش جوا، انت عرفت انه المرحلة بتاعت البايزن دي وصلت لحتة المعدة؟ مستحيل طبعا. انت لما تشرب بتحرك اعضاء الجسم كله وبتحفز انها تحاول تضخ كمية من الدم، ونحن ما عايزين ضخ كمية من الدم، لانه انت لما تضخ كمية من الدم السيركليشن بتاعتك كلها هتكون الدورة الدموية بتاعتك كلها هتشتغل من اطفرك لحد سبيبة شعر راسك، ونحن ما عايزين لانه انت عندك جزء مصاب فيه البايزون ده ما عايزينه ينتقل مع باقي الدم كله، عايزين نفصله من باقي السيركليشن من باقي الدورة الدموية. عشان كده بنمنع دائما شرب السوائل حتى لو كان اللبن. يعني احنا ما عندنا مشكلة اللبن انه هو بيزيل السموم من الجسم، لكن ان احنا ما عايزين عمل الدورة الدموية كاملة انه يشتغل. المنطقة المصابة دي دايرين يكون الضخ للدم ليها بصورة ضئيلة بشرط انه شنو العضو ما يموت، لكن ما دايرين باقي السموم تنتقل لنا لباقي الجسم. دي كده اجابة كافية عزيزي. السؤال الثالث ده التيتانوس. اغلب الحيوانات في اللعاب بتاعها التيتانوس موجود. دخل كهربانية. السعر هو في عن طريق اسمه شنو؟ عن طريق اللمصال البدواء والحقن الدورية، هي ميبي احتمال السعر نسبته أقل من التيتانوس، لكن أي لعب حيوان عن طريق العضة أكد تماما إن التيتانوس موجود في اللعب بتاعه، معه مجموعة من الميكروبس، مجموعة من الميكروبات، مجموعة من الفيروسات بتكون موجودة في اللعب بتاعه. طيب في ناس بيقول لك أنا طعمت من التتنس زمان، يعني لو جاك زول مدينة مثلا بيادي أنت حاولت تدخل بتاع التتنس بيقول لك أنا أصلا طعمت من التتنس زمان، لو لأنك توضح لنا يعني هو الطعم زمان من التتنس هل حقيقة أنت كنت متوفر لحد داسي ولا أنت أهميتين زول الطعم حقنا بتاع التتنس لما نيجي في العيادة شنو؟ أوكي دائما أنت حتى لو طعمت من التتنس، يعني قبل كم يعني مثلا كده حدثت لي بيبريو طيب وضح برضو نقطتين حقنا التتنس اوكي تمام. في بعض الشركات في شركات امريكيه في شركات اردنيه حقن التيتنوس بتكون من 6 شهور ل 3 سنين ده على حسب فعاليته تصنيع الشركه هو بتاعه. فيا اخواننا اي زول اتصاب بآلة حاده مجرد ما يصل حتى لو انت مطعم اول امبارح من حقنة التيتنوس لازم تطعم من اول جديد، لازم تطعم من اول جديد، لانه في جسم غريب حامل ميبي حتى لو هو مصدي او ما مصدي لازم تطعم منه، دي اهم حاجه. زعبي ثاني حاجه دكتور محمد زي ما ذكر انه في شركتين او في شركات بس في دولتين مختلفات تمام، عندنا الادويه في شركات اردنيه وعندنا في شركات امريكيه. دائما الدواء بتاع امريكا في بالذات موضوع التتنس بيجي التعقيم لمده سنه فقط الشركات الامريكيه، اما الشركات الاردنيه زي ما قال لكم بيجي مده 6 شهور ل 3 سنين.
ودائما في ناس سبحان الله يعني خلقة ربانية انه بيجي في جسمهم تتنس طبيعي. يعني هسه انا واحد من الناس عندي تتنس طبيعي، ضربتني اي حاجة ما حاخد حقنة بتاعت التتنس، لانه جريح بيكون براه كده بيرا، ما بكون في اي اصابة في جسمي موجودة او حاجة محتاجة تتنس جوا، تمام. فالزول ما يتخوف من قصة التتنس. التتنس ما من احنا ما بنديه ساي اصلا، دايما عنده تيست، عنده تجربة دايما في اليد. لو عمل عقولة معناه جسمك اصلا فيه تتنس، حتى لو ما اخذ تتنس اول امبارح، تمام، ضربتك حديدة بيجي بيعملوا لك التجربة دي، تمام، لو عملت عقولة معناه جسمك التتنس فيه متوفر، ما يقدر يدوك تاني تتنس. تفضل يا دكتور. تفضل، انت قلت عندك سؤال؟ قال جاوب السؤال. لو في سؤال كده، تفضل يا ابو. في ناس بيقول لك التعامل مع السلفة بيعمل لي حساسية مثلا. شنو؟ السلفة. السلفة بيشبع. بنسلين بنسلين مثلا. وقت البنسلين بيعملوا لها تيست دائما. طيب انا من الناس دي مثلا. يعني لما يكون لما امشي لاي دواء مثلا امتريم، لا لو الدنيا حب امتريم بتعمل لي حساسيه طوال واكوله في الجسم وكده، هل دي مرتبطه السلفه دي مرتبطه بان الدواء يكون عنده حمايه من التتنس طبيعيه زي ما الدكتور ده عنده حمايه من التتنس طبيعيه ولا؟ معلش الجواب حاجه ابو ليو. ايوه هي طبعا دي براها ودي براها، تمام. السلفة بتختلف عن التتنس، لانه التتنس زي ما قلنا قبل وغاية من الجروح او وغاية من الجرح عشان ما يعمل ميكروب. اما السلفة دائما بتتعلق بمجاري الدم، يعني في ناس اوريدي ربنا خلقهم كده سبحان الله في جسمهم في سلفة اللي هو في حساسية ضد الانتيبايوتيك المضاد فيه سلفة اصلا، تمام. فلما ياخذوا مثلا بنسلين ماي، تمام، فيه سلفة، تمام، بنسلين ماي، انا اخذت البنسلين ماي وجسمي فيه سلفة اوريدي يجيني رياكشن اللي هو اكوله بحساسية حبوب تقوم، تمام. اما اذا ما عندي انا سلفة موجودة في الجسم حكون طبيعي. فالنقطة اللي حبيت اوضحها لك انه ده براه وده براه، دي ما عندها علاقة بيها دي، اوكي. انه ذاته الحساسية دي في امسك اتكلم تستيف. دي برضو حابي أضيف، في بعض الأدوية برضو احتمال تكون عندك منها حساسيات، في كثير من الأدوية بيعملوا لك تيست، ما معناته أنت عندك حساسية من الحاجة دي هتكون عندك حساسية من المادة الثانية، ما معناته أنت ما عندك حساسية من المادة الثانية يكون ما عندك حساسية مع الدواء الثاني. فكل دواء دائما الفين هستامين اللي هي فين الحساسية دائما بيعملوا لين تيست أول حاجة قبل ما الزول الدولة، دي في مجالنا الطبي دائما. فالزول برضو حتى دائما انت مشيت اخذت حقنه في اي مكان اسال دائما الدكتور او النيرس اللي ادتك، قول لها يا بنتي انا عندي او يا ولدي عندي حساسيه ضد الحاجه دي او لا. اذا حصلت لك في اي وقت ثاني انت تكون عارف انه عندك حساسيه ضد اتجاه الماده دي او ما عندك اتجاه عشان تاخذها طوال، لانه في كثير من الاخطاء برضو في كثير ممكن برضو الناس تسهى بانزعاج او في منطقه معينه، او ممكن الزول الداري يديك الحقنه ده ما في الميديكال فيلم، انت في منطقة خلوية ومشايل معك المضادات دي وعندك حساسية تجاه المادة دي، لكن الزول اللي بيديك لها داك ما عارف انه التيست كيف بتاع الحساسية دي او لا، ممكن يديك لها وممكن يكون سبب الحساسية المفرطة دي ممكن تعدي للموت بالمناسبة. غير السلفة دي حساسية؟ ايوه في حساسية. فشكرا كثير وكتر خير الباحثين السودانيين ودكتور انور، وشكرا لدكتور موفق، والله يديكم الصحه والعافيه، وان شاء الله نتواصل بكره في باقي دورتنا من دوره الاسعافات الاوليه. شكرا جزيلا لاخواننا الاطباء في العياده الميدانيه سوار العباسيه، شكرا جزيلا لكم.